نكل يا غزمر عيلاني وديان، نكل يا غزمر عيلاني وديان، نما غيطرها يا غكالين اي مديون. نكل يا غزمر عيلاني وديان، نكل يا غزمر عيلاني وديان، نما غيطرها يا غكالين اي مديون. متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أينما كنتم. المكتب الأعلامي لوزارة الثقافة والفنون والآثار التابعة لمملكة إتلانتس يقدم لكم اليوم تقريره الجديد حول ثقافة التوارف. ثقافة التوارف هي الثقافة الأولى في شمال إفريقيا، ويتمتعون بمجالات فنية متعددة منها مجال الرقص والغناء، إضافة إلى أنهم يتمتعون بمقام يسمى مقام جهاركا، ويعتبر هذا المقام هو المقام الأول في السودان وموريتانيا، حيث أن شعوب هذه المناطق لا تستخدم سوى هذا المقام. أما التوارب فلهم عادات وتقاليد ورقصات خاصة بهم تعبر عن الحروب والشجاعة والرجولة، ولهم رقصة خاصة تسمى رقصة السبيبة. أما عن الحضارة التاريفية فأنها سبقت الحضارة الفرعونية بخمسين قرن، والصناعة التقليدية للتوارف ترتكز على صناعة السيوف، وفي السابق كان التوارف هم الأوائل بصناعة السهم من مادة السيليكس الحجرية، ويستخدم هذا السهم للصيد، ولم تتغير تقاليدهم إلى يومنا هذا، وتمتد الحضارة التاريفية من شمال إفريقيا إلى نيجيريا. متابعينا، بهذا نكون قد انتهى تقرير حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم بإذن الله تعالى في تقارير فنية تاريخية جديدة. لكم مني كل الحب وإلى اللقاء. ألهيني ملن اي سطرها، قول هيني ملن اي سطرها، يسنس مغار نوايرها.